طلعوهم بس كنا وردوه على السجن. شو؟ شو فادي؟ كنت مع المحامي حكى بضل يطلع على القدس انا. لازم يشتري المصاري فهمت كيف بفكر. الحمد لله احنا اليوم يعني حضرنا لمحكمه عوفر على اساس انه في له محكمه استئناف لانه طالبين استئناف للحكم اللي صدر من زمان، هو الحكم كان 36 شهر واليوم اتم ال 36 شهر الدكتور عزيز، فكان مفروض اليوم اما تثبيت القرار ال 36 او انه الاستئناف لانهم كانوا مقدمين طالبين انه تمديد يعني مده اضافيه لاعتقال الدكتور عزيز، لكن بعد جلسه المحكمه الحمد لله رب العالمين تم القرار بانه دحض الادعاء ورفض الاستئناف وأقروا المدة اللي أمضاها الدكتور عزيز دويك اللي هي مدة 36 شهر. خان أنه أنت كزوجة لرئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، كيف كنت تنظر إلى اعتقال الدكتور عزيز بصفته رئيس المجلس التشريعي؟ والله هو اعتقاله هو غير قانوني وغير شرعي. دكتور عزيز منتخب من قبل الشعب الفلسطيني، انتخبوه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ويعني الكل بيعرف يعني قصة هذه الانتخابات، هو ما إجا يعني نصب حاله لرئيس المجلس التشريعي، هو منتخب من قبل الشعب ومنتخب أيضا من قبل البرلمان الفلسطيني نفسه، فاعتقاله هو مفروض يكون معه حصانة دبلوماسية كما هو الحال في جميع أنحاء دول العالم، إنه الدبلوماسي البرلماني بيكون معه حصانة دبلوماسية وهذا اللي كان مفروض يكون. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب خلينا بدي اترك لك المجال انك تحكي كلمه في هذا اليوم الافراج عن الدكتور عزيز دويك ورجعته لكم على اسرته بين اولاده وبين الحمد سبيل. لله رب العالمين، احنا يعني في هذه اللحظات يعني انا بتمنى الافراج لجميع اسرانا البواسل في من سجون الاحتلال ويفرحوا جميع ابناء الشعب الفلسطيني، جميع العائلات الفلسطينيه، جميع الابناء، جميع الزوجات، جميع الأمهات يفرحوا مثل فرحتنا ويعودوا أبنائهم سالمين لبيوتهم.